السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي هو تعليمي بالدرجه الاولى، نزولا عن طلب بزاف ديال المتتبعات عندي في اليوتيوب اللي هضروا معايا في الخاص، وعجبتهم الطريقه ديال تلفتي الكسكسو ديال الفيديو اللي كان سبق ديال الكسكسو بالتفايه، حيت ما درتش الطريقه بالتفصيل، درتها بالزربه. ومنين طلبوني وبقاو كيترجاوني، قلت علاش لا ما نديرش واحد الفيديو خاص لتعلم الكسكسو فقط، لان هاد الطريقه هادي ما بقاش الناس كيديروها بزاف، كلشي ولا كيعتمد على الكسكسو جاهز ديال الباكي. هادي السميده هانتوما كي تجي، هاي راه باقا سخونه. كنتمنى البنات اللي يلاه مبتدئات يلاه تزوجوا يطبقوا هاد الوصفه، راه كتجي مزيانه لان عندها بزاف ديال الميزات. هذه بعدا ما تضرش، ما كتنفخش في المصارم، كاع اللي عنده المشكل ديال المصران السميده ما كتضرش، ياكل الكسكسو كيف بغى بكل اريحيه وتاكلوه بالصحه ان شاء الله. ولهنا وندوزوا لطريقه الاعداد ديال الكسكسو ان شاء الله. انا غندوز لكم طريقه مبسطه ومفصله باش المعلومه توصل للجميع. الى الفيديو ان شاء الله. المقادير ديالنا كالتالي ديال الكسكسو: عندنا نص كيلو ديال السميده اللي هي كتكون غليظه وسط ماشي ديك الرقيقه، اليوم غنبدا معكم بنص كيلو، وقليل من الدقيق الابيض الفورس، وماء ومغيره فقط. نبداو على بركه الله، ضروري ما نغربلو السميد، لا تكون في حالوت ما كنعرفوش شنو كيكون فيها. كنبداو بسم الله، كنبقاو ندير الماء بشويه بشويه، كنحاولو نلبسو داك الحبيبات ديال السميد بالماء غير بشويه، مكنديروش دفعه وحده، مكنديروش دقه وحده. انا درت لكم غير كميه صغيره باش المبتدئات ما يجيهمش صعيب. مازال خاصو شويه حتى كنحسو بالحبات ديال السميده تزكو مزيان، ماشي تكور. قد ما انتي كتخدميها وهي كتشرب ديك المويه ديالها، بس واحد شويه ساهل، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، ساهل ساهل بزاف وكيجي صحي. صافي كنحسو بالحبات ديال السميده بزكو بحال هكذا، هاد القياس هو المطلوب. صافي هاد الاثناء دابا كندفعو هكا لقدام، نزيدو عليه حبات شويه الفورس، الفورس باش كيتلبسو. دابا الحبات ديال السميده غادي يتلبسو كلهم بالدقيق، باش كندير هاد العمليه هكايا ديال الفتيل، واخا انا ما عنديش الطبق وانما كنديرو باللي كاين، كنلبسو دوك الحبات كاملين بالسميده بالدقيق، عفوا ماشي بالسميده. كنزيد خاصو شويه الدقيق، كنحاولو نحكو بحال هكا انتم كما كتشوفو معايا، حيت كون كان الطبق غادي يعاون، هو تيكون حرش تيعاون مزيان في الفتيل، مي القصعة هادشي اللي عطل الله. شادت الحبات كتفرز لينا دابا، كنبقاو نحكو فيه، نحكو مزيان حتى كنشوفو داك الدقيق صافي اختفى مبقاش. راه ساهل ساهل بزاف. كنبقاو نحكو فيه، نحكو حتى ما كيبقاش يبان لنا انه فيه الطبق، تولي الحبات بحال الكسكسو المفرزين. دابا كيبان لنا واحد الكويرات شويه كبار، غادي ندوزو ثاني في داك الغربال هذا، وكان الغربال ديال الكسكسو غيدوزو مزيان، مي ما عنديش انا الغربال ديال الكسكسو، كندوزو غير هاد الشبكه عيونها غلاط.
كنبقاو تكنهبطو الحبات كلهم تيحبطو من قادين، هادي الطور ديالها ما كتخليش كل الحبات اللي هما شويه غلاط يبقاو غلاط. صافي انتما كيما كتشوفو حنا كلشي هبطنا، ها هو الكسكسو ديالنا وراجد. دابا غنوريكم الفرق ما بين قبل وبعد، دابا تيبان هانتوما الفرق كيفاش كيبان. شاهي قبل ما تفتل وهي بعد ما تفتلات. صافي دابا غندهنوها بالزيت. انا غندير معكم كل شيء بالتفصيل، غندير واحد شويه ديال زيت المائده، هاد الزيت زهقت لي شويه، هاد الزيت كيخليه ما يتكورش، ما غاديش يتكور معاك كاع ولا يرجع خبزه، غتبقى الحبه مفرزه على اختها. نلبسوا الحبيبات كاملين بالزيت صافي، وغنديروه يفور الفوره الاولى. من بعد ما يفور الفوره الاولى غنتلاقى معكم في الثانيه باش تتبعوا معايا المراحل كلها دقه دقه، ان شاء الله غادي ينجح معاكم. غنديرو الفور ديجا دايره البرم العافيه، غادي يفور ونتلاقى بيكم. الفوره الاولى فورناها حبيباتي، ها هو نحطو الفور مزيان، طلعت الفوره وتعاود على السميده اللي مطابتش بزاف، مطابتش مزيان تضطر اكيد خصها تطيب مزيان. الماء كنديرو غير القياس، مكنكتروش الماء في هاد الطفورة التانية، كنديرو غي شوية حيت إلا درنا الماء بزاف غادي يرجع علينا كل خبزة وحدة. هاد الكمية تقريبا غير نص كاس ديال الماء فقط، صافي بحال هكا غي تعرجو، كنحاولو داك الماء يدخل فيه مزيان، وكنعاودو الفورة التانية. يعني الفور الثاني يطلع مزيان حتى كيطيب مزيان كله مقاد، وعاوتاني نطلق معاكم ان شاء الله. شتي هذوك الشيء الكويرت كنديرو بحال هكا تنفكو عليه حتى يتحل، مخافيش منو يتكور بهذه الطريقه هذه. صافي باقي نديرو ثاني غضاف الكميه ديالو غيولي مضوبل، دائما ان شاء الله يكون نقي هكا. ها هو حبيباتي تفور الفوره الثانيه، غادي نهبطو كما قلت لكم تيفور مزيان. شتي دابا راه بدا كيكثر، دابا غادي نديرو الملح بقياس اللي ملح لينا. هانتوما كيما شفت معايا دابا جبت كاس كبير، دابا غادي نعطيوه الما مزيان. دابا زدتي الما متخافيش يتكورلك، كون ديري الما في الفورة التانية غادي تعجن. دابا غنديرو ليه الما نشبعو الما باش يولي رطب. نستعمل يديا باش نحس القياس ديال الرطوبية ديالها، نبقاو نخدمو بحال هكدا هو كيشرب الما. صافي غادي نخليوه بحال هكدا وغادي نغطيوه، غادي نغطيوه ونخليوه يشرب. صافي بقات لينا اخر فورة، ملي خليناه يرتاح هانتا شكي تيولي
كيشرب ديك المويه ديالو كامله وكيضاعف الحجم ديالو. دابا غندير له واحد شويه ديال الزيت، ماشي بزاف، غير شويه ندعمو. صافي نحلو كما قلت لكم، راه ما تيتكور ما والو. صافي غنديرو في الكسكاس والفرن ديال الفرن الاخر. الكسكسو ديالنا من بعد ما قار الكره الثالثه صافي دابا هو وجد. انتم كما كتشوفوا معايا ما تيتكور ما والو. دابا غادي نبقى نسقيو. انتم كما كتشوفوا في هذه الحاله كاين اللي كيزيد زيت العود، كاين اللي يزيد زيت المائده، كاين اللي كيدير السمن. انا السمن كنديرو في لاصوص، ما كنديروش هنا حيت كينفخ، كاين بنادم عندهم مشاكل في هذا في الهضم كينفخ. كنفضل كندير شويه ديال الزبده بلديه، هذه كتبقى كل واحد وشنو عنده، زيت او زبده. واللي ما تضروش السمن الله يعطيه صحيحته يدير السمن، الله يخلي لي صحيحته. صافي وكنديرو هكايا. هذيك الميزه ديال السميده انك تشرب البويون بزاف ديال لاصوص. الكسكسو كدير لي غير شويه ديال لاصوص كيولي زاهق عليه. هذه كتشرب قد ما سقيتيها قد ما كتشرب وكتجي بنينه. كنتمنى الفيديو يكون فادكم، وشكرا والى الملتقى ان شاء الله فيديو اخر.